يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل يستفاد من هذه الآية أن الحديد منزل وليس بمخلوق؟ يا أخي الإنزال يختلف، الإنزال من رأس الجبل والإنزال من السطح والإنزال من السماء يختلف، وإنزال الحديد ما هو من السماء، منزل من جبال أو من مرتفعات أو من شيء في الأرض. نعم.